المريضة اللي حكينا عنه وصل. طيب خليني اتفضل. اوكي. على فكرة كنت رح تجين لحتى ارجع لك. ليش بتحاول تنكر هذا الشيء؟ أنا بعرف إنك ضعيف وهش من جوا، وكلك عقد وأمراض نفسية، ولك حتى الدود ما بيعيش جواتك. كثير بتطلعي كربوجة وقت اللي بتحكي حكي أكبر منك. لسا من يومين ترجيتني لحتى أرجع لك. مظبوط. ورجعتي. الله يوفقك يا حقير! يا دافع! لكن تفو! واطي! شوف هيك بنت صغيرة أو ولد بيجي عبالي أحضنهم من دون ما أعرفهم حتى. مو أحياناً، دائماً. مرة طلعت بالباص وطلعت قدامي أم وبنتها، شقرة وحلوة كتير وكربوجة، وقعدت جنبي. طوال الطريق حسيت إنه هي بنتي، ولما نزلت قال أنا يعني نهرت بالدايات. إن شاء الله بشوف هيك أمي حبيبتي. الله يخلي لنا اياكي. شو بدك اجيب لك هديه؟ ولا شيء يا عمري، ولا شيء. منصور انت ما عاد بدك يعني؟ شامي انا بس تعبان. ابدا ابدا ما رح اسمح لاي رجال يساوي مني فريده تاني. اوف كل هذا الشيء لانه بدي اعطي حالي شويه وقت. منصور اللي بعرفه ما بيحكي هيك، ما بيبتسم بهي الطريقه هيك بمسخره. كل شيء بدي اياه كم ساعه. شامي انا محبط، انت طبيبه نفسيه ولو؟ منصور أنا حاسة إنه في شيء تاني، احكي معي بصراحة. وحياة غلاوتك ما في شيء، بس يبدو صار لازمني إجازة. شامي، أنت روحي. بس روحك تعبانة. ما بترتاح إلا أنا. أهلين ست سوزي. يعني نص شهر لحتى أقدر أخذ منك موعد وهلأ نقعتيني ساعة؟ ما تقلي ما دللوك، أنا وصيتهم فيك. بعدين شو هاد؟ هيدا فاشن. شو هاد يعني؟ إنه هيدا الفاشن حاليا. فيك تقول هيك.
شو بك؟ ولا شيء، سلامتك. بس عم فكر قديش المرأة بتقدر تغير بحالها وبشكلها، يعني الواحد لازم يدور على النسخة الأصلية. كثير مهضوم. مارلين مورو، شو بتحب تشرب؟ لاحظت الشبه؟ ماي جاد. التوأم ست سوزي، اسبريسو؟ اوكي باخذ. بس هيك جدد القهوة. سوزي؟ انت لازم تعرف تحط حدود للناس. وسام لا تعقدها. وانت كمان لا تفرديها كثير. شو هالأكلات هاي؟ قومي كلي أكلات مثل العالم والناس. شو ماما؟ حسيتي بالتهديد تجاه طبخاتي كلها شقفت أندومي. صحيح نسيت قلك ليال رح تتجوز رجل أعمال. وين تعرفت عليه؟ ما بعرف، هو متجوز وكبير بس متسم وهي مطلقة. لك شبك عم تاكلي مثل الولاد الصغار؟ والله طيبة يا أمي. وين شفتي ليال؟ ما شفتها، هي دقت لي. بتعرفي شفق قلبي عليها، هي ما لها حدا هون، بتضل رفيقتي. ميرسي. شغله فيك تمشي؟ تنقلي شي ست سوزي؟ لا خلص. يعني والله صغير يجي يقعد معنا لفندي. ويسام جاهله، هو موجود هون لخدمتنا وبس. جاهله؟ لك كيف بدك يعني تجاهله؟ إذا واحد واقف خلقتي طول الوقت عم براقبني. اسمعي سوزي، أنا ما بدي أقضي وقتي معك كله عم أحكي عن الكرسون. يعني أنا أنت بتعجبيني يا بنت الحلال، بس بهي التصرفات عم بتبعديني عنك. ها؟ وأنت كمان بتعجبني. بس احذري مين فيه هون؟ وين؟ عند شغف سامي ما غيره. ماما بدي اشرب مي وفوتان. شامو خليكي جاي على بالي، شوف وش فاتنا بهاللحظة. الله الله سعداء. تصبحي على خير فريدة. وانتي من اهله؟ وينك يا فاتنة؟ الله عليكي، بعش الزوجية طبعا. العمى شو ابن حرام اللي اخترع هالتسمية؟